طز فيهم كلهم، طز فيهم كلهم. انت تحبي نفسك وانت تصلين المتعة. انا ماني مستمتعة لان ما في احد يحبني. مو مهم احد يحبك، حطيها في زبالة كذا، قولي طز وحطيها في الزبالة، مو مهم احد يحبك. لنفترض انك تقولي والله هذا قدري، هذه القصة اللي جاي اعيشها، هذا المهم. مو مهم، لا تفكرين في هذه النقطة. على فكرة ممكن يكون في أحد يحبك بس أنت ما أنت منتبهة، بس أنت بناء على أنه ما أحد يحبك بناء عليه بنيت أشياء كثيرة بما فيها استحقاقك للمتعة. أنه أنت تستحقين هذه المتعة ولا ما تستحقينها. شرحت هذا الموضوع في طاقة المتعة، وشرحته أيضا في الغراب الأسود، أنه مرات إحنا نقفل على أنفسنا لأنه تحت الموضوع فيه جذور تقولك لا ما تستاهلين أصلا، أنا ما أحبك، فأنا ما أحبك ما أكافئك مكافأتك المتعة، فأنت ما تستحقين المتعة، ما نحبك، ما تستحقين المتعة. طز فيهم كلهم. أنت تحبين نفسك وأنت تصلين المتعة. عندك السبب، عندك نتيجة.